سفينة تايتانيك من أشهر السفن في التاريخ وأكتر حوادث السفن اللي هزت العالم، وده مش بس بسبب العدد الكبير اللي فقد روحه في الحادثة المؤلمة دي، لأ ده كمان لأنها غرقت في أول رحلة ليها. بس الغريب إن بعد مرور الوقت الطويل ده كله من 1912 ولحد دلوقتي ما تمش إخراج السفينة من المحيط. يا ترى إيه السبب بالظبط؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاعنا النهاردة، ودلوقتي هنبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبدأ الفيديو. انطلقت سفينة تايتانيك عام 1912 بالتحديد يوم 10 إبريل، وكانت رحلتها الأولى من ساوثهامبتون يعني من إنجلترا لنيويورك. طول السفينة حوالي 900 قدم ووزنها حوالي 46 ألف طن، وفي الوقت ده كانت أكبر سفينة متحركة على الإطلاق. تايتانيك كانت سفينة عملاقة اتبنت عشان تنقل الركاب، ومساحتها كانت ضخمة. بعد ما بدأت رحلة السفينة الأولى والأخيرة للأسف حصلت الحادثة اللي هزت العالم كله في الوقت ده، واللي كان سببها جبل جليدي أدى لوفاة 1500 شخص ونجا أكتر من 799 شخص. ساعتها فضل حطام السفينة في قاع المحيط لعقود طويلة ومحدش قدر يلاقيه، لحد سنة 1985 جه فريق من العلماء وكان على رأسهم عالم المحيطات روبرت بالارد، واللي قدروا يحددوا موقع حطام السفينة تايتانيك واللي كان على بعد 13 ألف قدم تحت سطح المحيط الأطلسي على بعد حوالي 370 ميل من جنوب شرق نيوفاوندلاند. طيب ليه بقى ما تمش إخراج السفينة لحد دلوقتي؟ طبعاً في خبراء كتير جداً عندهم خبرة كبيرة في الطرق اللي ممكن بيها يتم انتشال السفينة تايتانيك من قاع المحيط، بس بعد عدة رحلات تمت لموقع السفينة في قاع المحيط اتضح إن عملية رفع السفينة ملهاش أي فايدة، وده لأن السفينة في الوقت ده كانت في حالة سيئة جداً. السفينة لما غرقت اتقسمت لنصين وكانت ساعة اكتشافها في حالة تحلل. طبعا العلماء ما بيقاسوش وبيحاولوا يلاقوا حلول دايما لأي حاجة، وكانت من ضمن الحلول أو الاقتراحات اللي قدموها عشان يتم رفع السفينة تايتانيك أولا إن هم يعملوا رافعات ويثبتوها في مراكب إنقاذ، أو إن يتم ربط السفينة تايتانيك ببالونات مليانة هيليوم، وكان في رأي كمان إن يتم تجميد السفينة وتبقى زي مكعب التلج وهي هتطفو لوحدها على سطح المحيط. بس كل ده ما كانش ليه أي فايدة حتى لو تم استخراجها، لأن حالة السفينة تايتانيك في الوقت ده كانت متهالكة جدا. حموضة المية المالحة واللي كانت بتدوب هيكل السفينة وبتخليه معرض للانهيار لو اتحرك كانت سبب جوهري في عدم إخراج السفينة، وكمان الميكروبات المسؤولة عن الصدأ واللي كانت بتاكل معظم أجزاء السفينة وبالتحديد السور. في سبب تاني مهم، وهو إن السفينة من الداخل كانت بتتكون من ممرات وحجرات ومقصورات واللي كانت بتنهار تدريجياً لأن كلها مرتبطة ببعض، كمان بسبب وجود بكتيريا متطرفة وهي الأكثر عدائية واللي بسببها هتختفي السفينة تايتانيك نهائياً بحلول عام 2030. كمان الانقسام اللي حصل في السفينة وهي بتغرق خلى المسافة اللي بتفصل بين مقدمة السفينة ومؤخرتها 600 متر تقريباً. كمان القطع الصغيرة للسفينة بتنتشر في مساحة ما تقلش عن 38 كيلو متر مربع، وده طبعاً في قاع المحيط، وطبعاً كان في قطع كبيرة ممكن انتشالها بس لو تمت العملية دي من عقود طويلة. بس في الوقت الحالي وبعد تآكل معظم أجزاء السفينة وتحللها، وده طبعاً بسبب العوامل البيئية الموجودة في قاع المحيط،
فعملية إخراجها شبه مستحيلة. كمان رمال المحيط غطت الكتير قوي من أجزاء السفينة تايتانيك، بس ده ما يمنعش إن الخبراء قدروا يستعيدوا قطع أثرية كتيرة من اللي كانت موجودة على سطح السفينة، وتم عرضها في متاحف خاصة. والقطع دي كانت مش حديدية طبعا. أكتر القطع اللي أثارت الإعجاب عند استعادتها هي جرس السفينة تايتانيك، وكمان تم انتشال جزء من السفينة، وهو الجزء اللي انفصل عنها لما اصطدمت بالجبل الجليدي. تم كمان استخراج حوالي 5000 قطع أثرية بتتنوع بين مجوهرات وألعاب وأطباق، وكمان المعدات المستخدمة على متن السفينة تايتانيك. يا ترى الجبل الجليدي ده هو السبب الوحيد اللي خلى السفينة تغرق وكمان يموت كل العدد ده؟ طبعا لا، في أسباب تانية خلت السفينة تغرق وكمان ما ساعدتش في إنقاذ عدد كبير من الركاب. أولا، ما كانش في إتقان في تصميم وصنع السفينة، وكان في خلل في تصميمها، وللأسف كان مستخدم مسامير منخفضة الجودة في بعض أجزائها، وده خلاها هشة ساعة الاصطدام واتكسرت على طول. كمان تم الكشف عن بعض الحقائق بأن كابتن السفينة تجاهل رسائل التحذير اللي توجهت له، وما كانش متوقع أن النتيجة هتكون كارثية بالشكل المرعب ده. طبعا بسبب تجاهل القائد للرسائل التحذيرية كلها خلى السفينة بتمشي بسرعة كبيرة جدا، وده طبعا خلى ما فيش قدرة على السيطرة على السفينة لحظة تحطمها. كمان نقص قوارب النجاة، يعني عدد القوارب اللي كانت موجودة على سطح السفينة تايتانيك مش مناسبة خالص لعدد الركاب، وده خلى الحادثة لما حصلت ما كانش فيه قوارب تتسع لعدد الركاب، عشان كده ما تمش إنقاذ غير اللي استخدم القوارب دي، والباقي للأسف ماتوا وغرقوا في مية المحيط الباردة جدا. قدرة ربنا سبحانه وتعالى دايما بتظهر في أي حاجة في الكون ده، دايما بيكون في إثبات لأي حد بيشكك في قدرته عز وجل. صانع السفينة تايتانيك كان ملاح متكبر ومغرور، وكان شايف إنه صنع معجزة، وكان بيبص بنظرة إبهار بالمعجزة اللي صنعها دي، وقال: هل يقدر الله أن يغرق هذه السفينة؟ طبعا دي السفينة اللي تم الإعلان عن أولى رحلتها في المحيط الأطلسي، واللي اتقال ساعتها إنها لا تغرق. بس للأسف شهد العالم كله فشل المعجزة اللي افتكر صاحبها إن مش ممكن تغرق، واللي للأسف أدى لوفاة أشخاص أبرياء في قاع المحيط. اتسمت السفينة تايتانيك بالاسم ده، واللي معناه المارد، وكان اسم مبالغ فيه وكلنا اتأكدنا من ده، وده لأن كانت فيها صفات مش موجودة في أي سفينة زي ما قالوا ساعتها، والصفات دي كانت فخامتها وضخامة حجمها وطبعا عدم قابليتها للغرق. السفينة فعلا كانت ضخمة جدا بما يعادل ارتفاع 11 طابق، بالإضافة كمان لطولها اللي كان تقريبا بيساوي 4 مجموعات من الأبنية المتجاورة، بس غير قابلة للغرق بسبب أن السفينة تايتانيك كانت بتحتوي على قاعين كل واحد منهم داخل جوه التاني، والجزء السفلي للسفينة كان بيتكون من 16 قسم، والأقسام دي مستحيل تعدي منها المية، بس للأسف حدث العكس. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص. أتمنى أكون قدرت أقول لكم معلومات عن السفينة تايتانيك بطريقة سهلة وبسيطة. أشوفكم في فيديو جديد. باي.